الحادث وقع باصطدام سيارة أجرة نوع بيجو إكسبير بشاحنات نوع دايو كانت عاطلة ومتوقفة على الشريط الاستعجالي. من جراء الحادث تم تسجيل 8 وفيات رحمهم الله، ومن بينهم فتاة بعين المكان، أين تم نقلهم مباشرة على جناح السرعة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بسيدي عيش. الفصيلة الإقليمية للدرك الوطني لأمن الطرقات بسيدي عيش تقوم بالتحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث. تخاصم سنرمتنا على كل حالة سنزيد شيء قدران كشم كوميون وسندون فاميا وسنك ثمانية وسنك سبعة موثم سنير رحمة ربيع لقال الله غصف ما خمن ديري بانو مي لا غالب بذاش هتخمض يونور عليم ربيع ثاليم لوتولو تقو ثاليم ظلبحر هذا البحر هذا لوتولوت لقى شويه تعاصر شويه ماتنا رحمه ربي على كل حال. هذا شنو دنينا كنت توصي لوتولوت طوار سلاقل كان هذا شنو دنينا اثنا رحمه ربي على كل حال. داين زمان ودنينا ضحايا هذا الحادث المميت الذي وقع صباحة اليوم على مستوى منفذ طريقي السير بمنطقة بيزيو بإقليم بلدية أمالو تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث هنا على مستوى مستشفى سيدي عيش رحمهم الله.